أنا كمواطن لم أتمكن من شراء يعني مقتضيات رمضان والرواتب حقيرة، وجيش 10 شهور بدون رواتب مساكين. إذا جاء راتب بيكفي ليش؟ نحن أصحاب التربية نستلم 86,000. أنا مدرس لي أكثر من 20 سنة بكالوريوس كل التربية، وإلى الآن راتبي 86. هذا الراتب بيقع ليش؟ نحن عندنا تسويات، عندنا أمور، كل يوم توعدنا، ولكن ولا أي كلمة. الوضع طبعا وضع صعب، وضع الناس صعب، تعيش حياة مزرية. نحن نريد يعني حلول لهذا الوضع. لو نتمكن من شراء مغاضي رمضان من قلة الأسعار ونقلها الفاحش، يدق المواطن وهلكه، ولا يعني أي شيء من هذا، لأن قلة فاحش هذه الأيام، في هذا وخاصة في هذه الأيام في رمضان وعاء قدوم رمضان. ويعني والرواتب لم يصرفوا أي رواتب، لا 9 أشهر الناس يطالب الرواتب ولا صرفوا أي شيء. وندعو الحكومة لا نظر لهذا الشعب الذي أهلك فعلا أهلك، وهو ينتظر نضع لفته منها من أجل رواتب ورفع القلة هذا الذي يدق الشعب وهلكه. كل الأطراف وكل الجهات المختصة على تخفيض الأسعار وتحديد الأسعار للمواطنين لرفع معاناتهم التي يعانونها. أننا نعلن بأن المواطنين لن يتمكنون من شراء هذا المواد الذي هي مرتفعة دائما باستمرار وهي مرتفعة. نحن مواطنين، جميع المواطنين في الجمهورية اليمنية لن نقدر نشتري مغازي رمضان، وكل الناس ضبحانة، وكل الناس الله يعلم بحالها. ونطالب من السلطة اللي بتحكم أن تحكم بعدل وتعطي حق الناس حقها، لا رواتب لا ماء لا كهرباء. وين يعيش الشعب هذا؟ وين في الزبالة تكرفوه ولا كيف؟ رمضان معنا رمضان، واحنا بنموت بالجوع، لا معنا بن ولا طعم ولا مواد غذائية ولا هذا ولا هذا، ما فيش رواتب يا اخواني. فين عبد ربه؟ فين هو؟ ليش من حضرنا عبد ربه المنصور؟ يعني يحكم الدنيا ومشي يطرحها على جنب وبيجي واحد غيره.